فقرة الخدمية. أهالي شبرا الخيمة يشكون تراكم القمامة والحي يستجيب للبرنامج. كانت شكاوى من أهالي شبرا الخيمة وتحديدا الشارع الجديد ومنطقة مسترد والشارع الممتد حتى اسم تاني شبرا الخيمة. الشكاوى بتقول إن في يعني الحقيقة قمامة متراكمة بشكل مستمر. في روايح بقى وفي وضع بيئي مش كويس وفي منظر مش تمام في ظل التطوير المفروض المنطقة كلها موجودة، يعني ده اللي كان. وفي محور الفريق العصار اللي بيوصل من الدايري لمصر الجديدة. والعلم حضراتكم بقى المنطقة دي الرئيس كان أشار ليها مرة في أحد المؤتمرات وقال وهو ماشي بالعربية كده بالليل وجود القمامة متراكمة في نص الشارع واتكلم عن سلوك المواطن وجهد الدولة. أنا فاكر الكلام ده كويس قوي. لعب دورنا خدنا الشكاوى دي ورحنا لمحافظ الأليوبية واللواء عبد الحميد الهجان ومحافظ الأليوبية واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة. الصور كده زي ما انتم شايفين تاني. نرجع بص حضراتكم ده ما قبل، مش كده؟ احنا مجرد ان احنا كلمنا الناس مسؤولين صرعوا في هذا الامر وحققوا في الـ يعني الزملاء بيقولوا لي ان القمامه في شبرا الخيمه معقده شويه، يعني ايه الحقيقه مستمره بقالها فتره كبيره وكل شويه يعملوا لها حلول وبعدين الحلول تبقى مؤقته والاخره. لكن خلوني يعني اروح للواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمه يقول لحضراتكم المتبع في مثل هذه الامور وايه اللي حصل. برحب بيك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا استاذ جابر. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارنا ايه؟ الحمد لله تمام، كله بخير الحمد لله. المشكله محل العرض على حضرتك. تمام تمام، بس طبعا زي ما حضرتك عارف مشكله القمامه وبالذات في شبرا الخيمه زي ما حضرتك لسه قايل مشكله معقده لانها بتعتمد على عوامل كتير، يعني مش الدوله بس هي اللي عندها الحلول او هي عندها كل الواجبات. هي دايره مكتمله بالتنفيذي زاد المواطن. سلوك المواطن بيضيع جهد التنفيذي اللي هو بيحاول يوصلوا ان احنا شغالين. طيب اقدر اقول لحضرتك تتخيل حي زي حي شرق شبرا الخيمه ممكن نشيل القمامه كل يوم قد ايه؟ كام يا فندم؟ بدون مبالغه حضرتك من 1600 ل 2000 طن يوميا. يا 2000 طن يعني ما حضرتك تتخيل الرقم ده بيتشال من الشارع. 2000 طن قمامه حقيقة في حي واحد؟ حقيقه يا فندم ومش مبالغه. يا حقيقه اما تشوف عم حضرتك كم العربيات وكم المعدات اللي شغاله في الشارع يوميا من الساعه 5 الصبح لتقريبا 5 6 بالليل، وفي ورديه تانية بتبقى مش بنفس الكثافه بتنتهي عملها مثلا الساعه 10 او 10 ونص 11 بالليل. كم الجهد اللي مبذول من الحي ومن رجال النظافه والحمله الميكانيكيه في الحي عشان نقدر نحافظ ولو على الشكل الموجود. تخيل حضرتك الكم ده والشكل زي ما انت حضرتك عرضت بعض الصور. طيب هل انا كحي مقصر؟ من وجهه نظري انا مش مقصر، بس في سلوكيات انا نشدت ناس كتيره جدا جدا وناس فاعلين في الشارع المجتمع المدني اعضاء مجلس النواب اعضاء مجلس الشيوخ نشدتهم يتكلموا مع الناس وانا بدوري انا كمان انا متواجد في الشارع طول الوقت والناس كلها عارفين وبتشوفني في كل مكان والرجاله بتوعي نشدتهم نخلي رمي القمامه دي في اوقات محدده. سيبونا نشتغل وننظف لكم الشارع. تتجول حضراتكم في الشارع طول اليوم تلاقي الشكل كويس ونرمي القمامه بتاعتنا مثلا هنقول من 8 بالليل ل 8 الصبح عند حضراتكم 12 ساعه ارموا القمامه بتاعتكم. سيبوني. طب يعني ما فيش حل يعني ان انتوا تتواصلوا اكثر مع المواطن وتعملوا عمليه توعيه لان 2000 طن ده كتير في حي واحد. سيادتك ده رقم حقيقي وانا مسؤول عنه. 2000 طن في حي واحد يا سياده اللواء؟ يا فندم امال المحافظه كلها كام؟ يعني محافظه شبرا محافظه الاليوبيه قد ايه؟ تقريبا محافظه الاليوبيه بتشيل تقريبا حوالي 5000 طن في اليوم تقريبا. 5000 طن؟ يا فندم كتله سكانيه كبيره جدا. يعني انت حضرتك بتتكلم عن انا فاكر ان هم 200 طن مثلا 150 طن بالكتير قوي.
حضرتك بتضربها في 10 2000 يا طن. فندم ده انا عندي خمس تريلات شغالين في الحي. التريله 50 من 50 ل 60 طن، اقول 50 طن، كل تريله بتعمل لها اتليست على الاقل في اليوم 5 نقلات. ده دي بس التريلات. عند حضرتك حوالي 10 ل 12 عربيه 20 طن، كل عربيه بتعمل لها من 5 ل 6 نقلات. بجانب العربيات 6 طن عندي تقريبا حوالي 26 عربيه او 27 عربيه شغالين في الشارع. بجانب المكبس، المكبس حوالي 40 طن بيعمل له حوالي 4 أو 5 نقلات في اليوم برضو. انا بكلم مشكلة. حضرتك حقيقه. مشكله اه لا حضرتك ب 2000 طن ده كتير قوي، يعني 5000 طن في محافظه واحده كل يوم. ده حقيقه. كل يوم يوم يا فندم، يوميا يا فندم. يعني انت بتتكلم في 35 ب 150000 150000 طن في الشهر. حقيقه يا فندم. يا نهار ابيض. هما بيروحوا فين يا فندم الحاجات دي؟ ازاي يعني احنا بنودي المقالب العموميه في ابو زعبل وفي العبور. تخيل حضرتك برضو المسافه والتكلفه اللي بتتكبدها من مصاريف بقى سولار لصيانه عربيات لكاوتش للكلام ده. بيتبذل مجهود مش باين ليه؟ السلوكيات. يعني هنرجع تاني نقول حافظ، يعني في امكانيات عند حضرتك لكن سلوكيات المواطن بتضيع الامكانيات. طبعا يا فندم سيادتك، انا ممكن حضرتك تنزل لي مباشر كاميرا تبقى شغاله معايا الصبح وتتفرج حضرتك تشوفونا واحنا شغالين ونرجع تاني. هيحصل يا فندم، هيحصل. نيجي لك يوم. لا نيجي لك يوم والله ونشوف الدنيا عشان يبقى المصداقيه في الكلام. لا لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، واحنا على استعداد سعادتك. طبعا السيد المحافظ متابعنا يوميا يوميا. معالي المحافظ لازم يزور شبرا الخيمه. ما بنقولش جهد، مش سايبين حاجه، بس طبعا الكاميرا هي اللي هتبين. صحيح. شوفنا واحنا شغالين مع حضرتك ونرجع تمام. لنفس النقطه تاني مع بعد حضرتك ساعة تمام وتتفرج حضرتك. حاضر تمام. سياده اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمه، بشكر حضرتك شكر جزيل. وحلو قوي ان احنا لما نكلم المسؤول، المسؤول يبقى بيدينا ارقام صادقه. يعني الراجل بيقول لك احنا 2000 طن قمامه في اليوم بيتشالوا من الحي، 5000 طن قمامه في المحافظه بس، محافظه القليوبيه. اتكلم لا موضوع في منتهى الخطوره يعني. طيب عندي انا عندنا مشاكل كتير. تاني الصفحه يا شباب والنبي لو موجوده عندكم هتوالي بس معلش. الصفحه دي اللي بنتلقى عليها شكاوى يا شباب، اساتذتنا الناس اللي عندها شكوى ارجوكم، لانه هي عليها شكاوى كتير جدا. احنا بقدر الامكان واحنا بس الوقت برضو حاكمنا وكده، لكن ان شاء الله باذن الله مع كل حلقه كده يعني هنشوف المتاح ايه ونشتغل عليه.